اخواني اول شيء اقول الله بالخير. الله بالخير. انا بالفرح يعني ما شاء الله طيب وحابين نقول كلمتين مستريعات. انا بصراحه يعني ربما لدي خبره الحمد لله رب العالمين في مجال الوقفه الفنيه والتحدث عن مواصفات وما شابه. ولكن في مواقف فيها نوع من العواطف وخاصة في موقف مثل هذا في نهاية الدورة أو كل شهر ربما تكون إمكانياتي جدا ضعيفة جدا ولست قادرا على يعني التحدث ببلاغة وما شابه، ولكن نقدر نقول أولا لكل بداية نهاية وهذه هي ربما نهاية الدورة التدريبية وليست نهاية المطاف، فهي عبارة عن بداية مثل ما قلنا باستمرار دائما في ريسك في أوبورتيونيتي، فانتهت كدورة ولكن كسبنا معرفة وتشرفنا بهالوجوه الطيبة قاطبة الأخوة الحضور بغض النظر من شركة نيسان أو من بعض الحقول أو ما شابه، فكان حقيقة لي أنا أولا الشرف الكبير وسعيد جدا إني كنت موجود وتم اختياري من السادة الأخوة الممثلين شركة دلما يقدم هذا المضمون، فتشرفت حقيقة بكم كثيرا. لا أبالي ولا أجامل، ربما تكون هذه من أصعب خلينا نقول الدورات اللي مرينا فيها جميعا بحكم أن المادة شوية نوعا ما فيها نوع من الستاندرز ومواصفات ليست يعني كطرح شعري أو ما شابه، بالإضافة أنه أنا كان علي عبء كبير اللي أنتم فرضتوه وأنا سعيد جدا فيه حقيقة. خلال فترة ربما الأسبوع الآخر كان هناك مشاركة فاعلة حقيقية، يعني لا نقول فقط مجرد مناقشة بل حتى وصلت إلى مرحلة الأرجيومنت النقاش، وهذا دليل على أنه الحمد لله رب العالمين أعتقد أنه الرسالة وصلت وأصبحنا مدركين تماما المطلوب والمواصفة، فهذا الشيء هو كان الهدف الأساسي من الدورة. فأنا أولا أتقدم وأخيرا الشكر لكم لشركتكم اللي قامت بالتنسيق من خلالكم أو من بتروتشاينا أو من الوزارة أو من أي جهة معنية أو مراكز التدريب اللي أتاحت لنا هذه الفرصة أن نلتقي مع الإخوان وجوه طيبة. وكما يقول المثل يعني جبل على جبل ما يلتقي، بس إنما بني آدم على بني آدم يلتقي. لا ندري ربما في زمان ما ومكان في ظروف أخرى، لا ندري ربما نلتقي في دورة أخرى في زيارة في أي موقف آخر نلتقي في الشارع الله أعلم، ولكن بكون على كل تركنا انطباع ان شاء الله تعالى على الاقل انا عندي انطباع منكم جميعا واشكركم، لانه في النهايه برضه كمان انا مو مجرد قدم الماتيريال، انا استفدت منكم ربما اكثر ما استفدتم مني، فاشكركم على هذا الشيء. فانا اصبحت على اطلاع باليه العمل بالتقارير والفكره واليه العمل بالمؤسسات والشركات العملاقه مثل شركتكم، فانا اشكركم اولا يعني على اتاحه هذه الفرصه لي اني اكون معكم، واتقدم طبعا للاخوان في شركه ادب كافة يعني من إدارتها إلى جميع ممثلها بالشكر الجزيل لوضع ثقتهم باختياري لتقديم هذه الدورة، وطبعا ممثلة يعني من شركة أدلما أخونا وزميلنا والكواليتي مانجر اللي طبعا ضغطنا عليه ربما في بعض المراحل المعينة وأصبح جزء من الكل اللي هو قام بعملية التسهيل وفاسيليتيت وتحمل العبء الأكبر من خلال ترتيبات اللوجستية لهذه الدورة وكل هذه التنسيقات، أخونا وزميلنا وحبيبنا المهندس أحمد اللي له الشكر الجزيل اللي تحمل عبء الدورة والمشاكل. وفي نهاية الأخوان حتى لا أطيل عليكم، يعني حقيقة أود أن أعتذر إذا كان هناك قصور من طرفي بسلوك ما أو بكلمة ما أو ربما لم أحقق هدف لكل واحد منكم لحضور هذه الدورة أو جزء من هذا الهدف، فأرجو المعذرة، فنحن بشر ونخطئ، ولكن ارجو على الاقل انه خلال فتره تواجدنا هالاسبوعين مره بنينا علاقه تشاركيه اخويه، يعني ربما استفدت مني الى حد معين بس انا ربما كمان استفدت منكم، واشكركم واشكر شركاتكم اللي يعني رشحتكم لحضور هذه الدوره ولهذه المناسبه، فهذا لكم من جميع شكر جزيل وبارك الله فيكم، نتمنى لكم التوفيق ونرجو الله ان تذكرونا بالخير في يوم ما. عندما ذكر اجى على بالك في مكان ما في زمان ومكان، فمثل ما نقول يعني تذهب الاجسام وتبقى الارسام. فشكرا جزيلا لكم واشكركم ثانيه وثالثا ورابعا، والشكر كمان لاخونا الاستاذ احمد اللي تحمل مشاكلنا وصعوباتنا وما شابه، وان شاء الله تعالى ربنا ييسر الامور نلتقي في مكان وزمان ما. شكرا لكم وتحياتي لكافه اداراتكم، وربما ان شاء الله تعالى ربما نزوركم في يوم ما لا ندري. فلذلك العلاقة مستمرة بإذن الله ونستمر وهكذا. شكرا جزيلا لكم، نتمنى لكم التوفيق وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا أستاذ أحمد.
بارك الله فيك.